من دافع هكذا بحال اي مغرب بحال التران منين جاتك هاد الشجاعه عندي السكه مزيانه داك الشيء مزيان السكه عندي ما فاش الصدا يلاه عطينا السي طارق نعم السي بسم الله خلينا معاك بالنسبه للخط ديالكم التحريري اللي كتمشيو فيه في الصحافه في البرنامج هوات كنلاحظوا انكم كتعكسوا اطروحات ديال الشعب صوت الشعب بالمباشر وفي التلفازه المغربيه تعودنا فيها الرسميات ولغه الخشب وحنا الا كان شي عنوان ثاني خصنا نعطيو البرنامج هو صوت الشعب لا ولاد الشعب وبرنامج من الشعب والى الشعب فهمتي كيديروا هو الشعب مع الاخوان ديال السفر اللي معاه وموجه للشعب بحال هكا يعني طبينا بحال هكا قرينا بحال هكا يعني وما عندناش فكر شنو عجينا فهمتي يعني ما حتى شي واحد ما عنده ملفات باش يدير لنا ابتزاز ولا يدير لنا ضغوطات شخصيا يعني واخا خدام التلفازه المغربيه كيف قلتي خطاب الرسمي ولكن المدير ديالنا سي حسن بوتوسيكي يعني عطينا كاين الحريه بحدود يعني ما كاينش شي قناه في العالم عندها حريه مطلقه عندنا يعني عندنا خط تحريري جريء شجاع القانون يعني ما كاينش عندنا السب ما كاينش عندنا القذف ما كنديروش اتهامات بدون ادله كنقول الواقع كيف هو كاين زعما لا اقل ولا اكثر كاين بالنسبه لهذه الفكره ديال برنامج هوات وباش انك تسلط الضوء على المفرقين المغموره في المغرب العميق وفي المغرب الممتد من طنجة للقويرة من سبتة للقويرة من سبتة للقويرة إن شاء الله شتي راه الخط ديالك تبارك الله مزيان هاد من جاتك هاد الفكرة واش كنتي لاعب سابق في أقسام الهوات كنتي كتمارس كنتي شنو من جاتك هاد الإلهام هذا ديال أنك هو يعني الالتحاق ديالي في 2006 يعني في انطلاقة بانطلاقة أنا الرياضية كانت جلسة مع المدير السابق سي يوسف العلامي اللي يمكن نحس يمكن خلال دردشة وحديث معايا حس أن شخصيتي يمكن حس بأنني ولد الشعب كنحس بيه الأجدر والأقدر على أنني نتكلم على هذا الموضوع بحال كاع الناس بحالي كنت بحال الأخ الزوار بحال الأخ الآخر فلعبت جدا لعبت في لعبت في الشغل ديال فريق رشاد برموسي وفريق فتح سباته اللي كيمارس الآن في الهوات زعما يعني ما كانش ممارسه على مستوى عالي حتى سن 14 سنه كان عاوني شويه هذه المساله كنعرف شويه الخبايا والاصل يعني فلسفه السخر الهدف من خلق قناه الرياضيه هو قناه لكل مغاربه لكل رياضات لكل جهات جات باش تحارب ديك الخطاب اللي كان ديما التلفاز اللي كتكلم على الرجاء البيضاوي الوداد البيضاوي الجيش الكوكب تتكلم على جميع الرياضات وتتكلم على جميع الاقسام